عزيزي المشاهد، النهارده انا عايز اكلمك عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الحروق الناتجه عن التيار الكهربائي اللي احنا بنسميها الصدمه الكهربائيه. الحقيقه ان الاصابه بالصدمه الكهربائيه اذا ما نظرت بعينيك الى المريض هتلاقي ان دخول وخروج التيار الكهربائي اصابه خفيفه جدا، ولكن الاصابه الجسيمه بتكون في دخول هذا التيار الكهربائي في داخل جسم وخروجه. قد يمر في دخوله على مركز التنفس وبالتالي يؤدي الى توقف تنفس المريض، او قد يمر على القلب فيؤدي الى ايقاف القلب، وبالتالي العيان بيفقد حياته في ثواني معدوده، وعشان كده بتيجي خطوره الاصابه بالتيار الكهربائي. كمان اذا الانسان عاش فالمشكله في ان التيار الكهربائي ممكن يقدر يعمل بعض التغيرات في جلد الانسان قد تصل الى مده شهرين او 3 اشهر، يبقى الانسان قدامك سليم وبعدين تبص تلاقي فيه تغيرات دخلت في الايد حصلت انتهت تماما بغرغرينه في الايد تنتهي ببطل جلد. عشان كده بقول لك ان الاصابه بالتيار الكهربائي دي اصابه مهمه جدا ولازم ناخد بالنا فيها. بالنسبه لانقاذ المريض، خلي بالك انك انت لما تيجي تنقذ المريض لابد اولا وقبل كل شيء انك تفصل التيار الكهربائي اللي موجود بالنسبه للمصاب، لانك ممكن تروح تنقذه تبص تلاقي نفسك انت اصبت بنفس الاصابه وبنفس الصدمه الكهربائيه اللي قد تؤدي بحياتك اذا دخل هذا التيار الكهربائي الى مركز التنفس او مركز القلب وقد يتم انقاذ المريض. عشان كده لما تيجي تنقذ المريض لابد انك انت تستخدم عوازل كامله جدا بالنسبه ل يديك، بالنسبه انت واقف عليه خشبيه عوازل مطاطيه، وطبعا ما تنساش اساسا بتفصل التيار الكهربائي. وايضا اذا كان المريض قد اصيب قدامك وحصل له مثلا انه ابتدى يدخل في فقدان للنفس او ابتدى نفسه يقف او المريض يدخل في مراحل الموت، عليك انك انت تكون عارف امتى تستخدم التنفس الصناعي فم لفم او غيره، وعليك ايضا انك انت تعرف امتى تعمل تدليك خارجي بالنسبه للقلب بالنسبه لهذا المريض.